لا تكل المرأة السورية في مدينة السلمية عن خوض معترك الحياة الاقتصادية لمساعدة أسرتها. السيدة عواطف أم محمد استطاعت أن تتحدى كل الظروف وتستغل إمكاناتها وخبرتها في صناعة التنجيد ليكون مشروعها الخاص بها. بدأت بهذه المهنة منذ عدة سنوات بسبب الوضع المادي وبسبب دراسة أولادي، وأنه صاروا في الجامعات وكبرت مصاريفي، فتعلمت أنا المهنة والحمد لله نجحت فيها، مع أنه وقفت بطريقة عدة عقبات كون مهنة صعبة وبدها مجهود عضلي وبدها رأس مال، فأنا تخطيت كتير خطوات وتحديتها والحمد لله نجحت واشتغلت وساعدت أسرتي. مهنة التنجيد معنا مهنة سهلة أبداً، هي بحاجة لمجهود عضلي وهي بحاجة لدقة بالعمل، وأدوات اللي بنستعملها أدوات الصناعية اللي بنستعملها بالمهنة هي معدات خطيرة. أنصح أي امرأة العمر مانو عائق ولا وضعك الاجتماعي عائق ولا أي شيء عائق، حتى الأطفال بالبيت مانو عائق. المرأة لازم تساند الزوجة، تساعد بمصروف البيت، لازم تشتغل ولازم تكون عضو فعال ومنتج بالمجتمع. لما الأسرة بتمر بظروف مادية صعبة فلازم المرأة تساعد زوجة وأسرتها وتحاول أنه تقدم كل شيء فيها عليه. بهمة عالية تتابع أم محمد عملها في التنجيد بتصنيعها بكثير من الفن والمهارة ليصبح مصدر رزق لها ولأسرتها وتحسين وضعها الاقتصادي، وليكون للمرأة دور في تعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي. للأخبارية السورية محي الدين فهد.